شكرا وألف شكر يا أستاذي. بروز العنف في الوسط المدرسي هو ما دفع جمعية أولياء التلاميذ ببلدية القنطرة نحو هذا اللقاء التحسيسي لتوعية جميع الأطراف باحترام الوسط المدرسي. توعية التلاميذ من حيث احترام معلميهم وأساتذتهم واحترام إداريهم بالدرجة الأولى والابتعاد عن الأسباب المباشرة التي أدت إلى هذا العنف، وهي بالدرجة الأولى تعاطي المخدرات. نبذ العنف قاسم مشترك بين الجميع، والكل يدعو إلى التحلي بالانضباط وفرض صرامة القانون الداخلي للمؤسسة. لاحظ قدها حاجة ما تعجبنيش ويؤسفني الأمر لذلك، ونتمنى أنهم يعني يتخطوا هذا الأمر ويتحلوا بالأخلاق والقيم. لاحظنا أن هناك تغيير كبير في المنظومة التربوية، ندعو إلى العودة للانضباط على ما كانت به مدرسة الثمانينات حتى نستطيع أن ننتج مدرسة متكاملة من جميع الجوانب. محاربة العنف المدرسي مهمة مشتركة تقع على العائلة الصغيرة والأسرة التربوية، والبداية تكون بالكف عن العنف اللفظي أيا كان مصدره.